مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج افاق وهذه السلسله التي اخترنا ان تكون بعنوان الدوله الحديثه المسلمه دعائمها ووظائفها صحبه الدكتور علي محمد السلابي وفي هذه الحلقه باذن الله تعالى نستكمل الاجزاء التي تم طرحها خلال الحلقات الماضيه والتي قسمناها الى حلقات وباذن الله تعالى سنستكمل الحوار والحديث في هذا الجزء حول ما تبقى من مواضيع ومحاور تتعلق بالدوله الحديثه المسلمه مع الدكتور علي محمد الصلابي، مرحبتين بك دكتور. اهلا وسهلا بك دكتور يعني في الاجزاء الماضيه والحلقات اللي قسمناها لحلقات هذه الاجزاء يعني حوالي 12 حلقه تكلمنا عن الدوله مفهومها ايضا تكلمنا عن دعائم دوله الرسول عليه الصلاه والسلام التي انشاها في المدينة ومن خلال كل ما سبق وكل ما تم شرحه من حضرتك وتوضيحه أيضا نفهم أن دولة دولة المدينة التي أسسها الرسول عليه أفضل والسلام بعد هجرته كانت دولة مدنية لم تكن دولة عسكرية ولا دولة دينية بما تحمله هذه أو هذه المعنى المعنى الدولة الدينية كان أساسها هو الحق والعدل والمساواة وترسيخ أن الناس كلها ما فيش حد فوق القانون، الناس كلها تحت القانون، تحت التشريع اللي اتى به الرسول واللي كان مستمد من القران والسنه، وهي ايضا هذه الدوله تعتمد على او تتبنى مفهوم الحريات المدنيه بكل معانيها، فضلا طبعا انها هي كانت متنوعه، كان فيها المهاجرين وكان فيها الانصار وكان فيها المشركين ايضا وكان فيها ايضا اليهود. إذن الدولة اللي كانت بعد الهجرة أو أسسها الرسول عليه الصلاة والسلام كانت دولة لا تعترف بالتكفير ولا بالتعصب ولا الإقصاء السؤال أين نحن يعني من هذه الدولة وما نسمعه الآن للأسف شديد ونقرأه في أدبيات بعض الحركات الإسلامية المعاصرة وللأسف شديد نلمس حتى في سلوكها وسلوك المنتسبين إليها الآن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اهلا وسهلا بك اهلا بك مشاهدينا الكرام ونسال الله تكون اعمالنا جميعا خالصه الوجد يا رب ان شاء الله <applause> هو طبعا في نقطه مهمه ان الانظمه الاستبداديه <applause> التي ورثت الحكم بعد خروج الاستعمار <applause> من منطقة العربيه, العربية <applause> <applause> حاربت الفكر وحاربت الثقافه وحاربت العلم وأرادت للأمة أن تكون أسيرة ومستعمرة أيضا بالقوانين الغربية وبالثقافة الغربية وبالفكر الغربي وبالتالي غابت الحرية وبالتالي عادة الأجواء التي تكون فيها ارتدادات رد فعل وفيها عنف وفيها تطرف وفيها نتيجة لغياب الحرية ومحاربة العلماء ومحاربة المؤسسات الفكرية الحرة ولكن إن شاء الله أو مع المرحلة التاريخية الجديدة التي أذن الله في الخروج يعني مع الحضارة القادمة بإذن الله تعالى أنا دائما نقول في حضارة غاربة فشلت هذه الحضارة في تلبية أشواق الإنسان الروحية والمعنوية والأخلاقية ونجحت في الجانب المادي المعظم الإنسان هو جانب مادي وجانب معنوي وجانب روحي وجانب فبالتالي الحرية بإذن الله تعالى كفيلة بأن تعالج كثير من قضايا التطرف وقضايا ردود الأفعال وإتاحة الفرصة للعلماء الربانيين يقوموا بدور بواجبهم, بواجبهم وإتاحة أيضا للمؤسسات العلمية والكليات والمعاهد تنشا في بيئه طبيعيه حتى تخرج اجيال من العلماء ومن الفقهاء ومن الاصوليين ومن المقاصديين في تعليم الامه. نعم <applause> فبالتالي افتدادات السابقه في جزء منها كانت في السجون المصريه <applause> ايام سيد قطب رحمه الله عليه وايام وفي جزء منا نتيجه هذا الظلم اللي تعرضوا له الناس فبالتالي نحن نقول لعل مرحله جديده من الحريات ان شاء الله. ياخذ الفكر الصحيح اللي ينسجم مع الفطره واللي يلبي مقاصد القران الكريم وتوجيهات والمبادئ والقيم ياخذ وضعه الطبيعي باذن الله تعالى باذن الله تعالى طيب شنو اهم ما يميز الدوله المسلمه كنا احنا تحدثنا عن الدوله الحديثه المسلمه اهم ميزه من خلال هذا الحوار ومن خلال هذا النقاش أه طيله هذا 12 الجزء او 12 أيوة حلقه ايوه اول حاجه الدوله مبنيه على العقيده على الايمان مهم. تنطلق من فكره التوحيد لله سبحانه وتعالى ونعم بالله يا صاحبي السجن يا اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين ما تعبدون من دونه الا اسماء إن سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر أن لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الدوله الحديثة ذات المرجعية الإسلامية مبنية على فكرة التوحيد لله سبحانه وتعالى وبالتالي عقيدة التوحيد التي جاءت في القرآن والتي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم تحل كثير من الإشكالات المتعلقة التي يبحث عنها الإنسان في قضايا في قضايا الحياة في قضايا الكون في قضايا الجنة في قضايا النار في قضايا الاقتصاد في قضايا السياسة في قضايا القضاء في قضايا القدر وبالتالي هي دولة إيمان أو مرجعيتها الكتاب الله سبحانه وتعالى طيب. أيضا تتميز هذه الدولة دولة حريات حرية الاعتقاد وحرية التعبير الرحمن علم القرآن خلق, خلق الإنسان علمه البيان وهديناه السبيل ايضا دوله التعبير دوله التفكير دوله احترام الحريات الخاصه لها ايضا دوله القانون يعني القوانين المستمدة من القرآن الكريم ولما قال ذو القرنين أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكر وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وكما قال سيدنا سليمان لما قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين هنا قوانين هنا. <applause> ولما قال لو عذبنا هذا نوع عذابا شديدا او لا اذبحنا تصل العقوبه احيانا لدرجه الموت او لا ياتيني بسلطان مبين اي بحجه بسبب غيابه وبالتالي تستمد هذه الدوله الدوله الحديثه ذات المرجعيه القرانيه والنبويه تستمد دوله قانون كما منذ القرنين ومن ايضا دوله الكرامه الانسانيه اللي الله قال فيها ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في, في البر والبحر, والبحر ورزقناهم من الطيبات <applause> وفضلناهم على كثير ممن طيب. حملنا تفضيل ايضا دوله العداله مهم. ان الله سبحانه وتعالى قال فلذلك فاستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم الله وربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم الله يحكم بيننا واليه المصير يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله طيب. ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا طيب. وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ايضا هي دوله الكرامه، دوله الحريه، دوله القانون، دوله الايمان، دوله السلام ايضا هذه هذه الدوله بطبعها يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقال. وقال. الى ان نعم. اكرمكم نعم. عند الله اتقاكم دوله الدعوه دوله لها رساله وهي الدعوه الى الله سبحانه وتعالى طيب. هذه آه. هذه كل ما يميز الدوله المسلمه الان طيب طبعا دوله الدستور طيب. ايضا نعم دوله قضاء قضاء وعدل يعني دوله حقوق الانسان حقوق الانسان كلها موجود, كل موجود في القران والسنة طيب ما مدى امكانيه نشوء الدوله الاسلاميه وبالتالي ما مدى لو تحقق او نشأت هذه الدوله المسلمه امكننا تحقيق وانشاء الدوله الحديثه المسلمه. هو طبعا هي دوله مدنيه بطبيعتها كما بينا في الحلقات السابقه طيب دولة مدنيه وتؤمن بالفكر الانساني تمام؟ طيب. لكن مقاصد القران والمبادئ والقيم الاسلاميه موجهه لهذه نعم. الدوله طيب. فتؤمن بال... بالتجارب الانسانيه وتغربلها فيما يتفق مع القران وثوابته ومحكماته والاشياء التي هل ممكن الان يعني هل في 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 مثلا يعني امل في تحقيقها وفي نشوئها هل هناك الان يعني عوامل على الارض لو احنا نسقط على الواقع الان تساعد فعلا على امكانيه تحقيق وبناء الدوله الحديثه المسلمه اولا اولا الله لم يكلفنا بالمستحيل طبعا لا يكلف الله نفسا الا, إلا وسعها وبالتالي لما طلب من الامه أن تكون مرجعيتها القرآن الكريم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فالله لم يكلف هذه الأمة أو هذه الشعوب التي رضيت بالله ربا أو بالإسلام دينا أو بمحمد نبيا ورسولا بالمستحيل هذه النقطة الأولى ولهذا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يبدل ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا لكن أيضا ما تنساش أن هذه الشعوب جزء من الكبير جزء كبير جدا من الشريعة هو مطبق أصلا في الأحوال مه. الشخصية في المآتم في الأعفراح وجزء لباس به مطبق أيضا في في بعض الدول على مستويات متعددة لكن دائما طبيعة الشعوب تسعى للكمال، الكمال من حيث المثال، وبالتالي الله لم يكلف هذه الامه بالمستحيل. طيب ايضا دكتور في السنوات الاخيره يعني شهدت تحولات في مفهوم الدوله، تحولات كبيره يعني لدى الاسلاميين او التيار الاسلامي لو صح التعبير. هذا التحول لم يشاهد وهذا التحول وهذا الاختلاف بشكل واضح يعني من من عصر النهضه. شنو تعليقك يعني على هذا التحول يعني؟ لا هو طبيعي في تطور فكري، في تطور ثقافي، في تطور علمي، يحدث هذا نعم. طبيعي طيب جدا يعني, يعني مثلا خلينا نوضح لك يعني،, يعني, يعني مثلا اتجاهات الفكر السياسي اللي تناول تناول موضوع الدولة ومفهوم الدولة يعني، كان هناك مجموعة من الاتجاهات يعني، في اتجاه يعني حصر نموذج الدولة أو شكل الدولة الإسلامية وربطها بالعلاقة التاريخية وحط يعني وحط تصور الدولة في صورة الخلافة والسلطنة وكان مستند الى المرجعيه الفقهيه الوسطيه، في من شاف او سعى الى اتجاه اخر وهو اسلمه الدوله الوطنيه الحديثه واضفاء الشرعيه الدينيه على مؤسسات المؤسسات, المؤسسات البيروقراطيه وهيكليه الدوله، وهناك من تبنى فكر الدوله الحديثه ونمط العقلانيه السياسيه الذي لا يتعارض مع مع الدين، هذا هذا قصدي يعني هناك طرح وتناول اختلف على على مر العصور في الفكر الاسلامي لمفهوم الدوله بعد الاسلام تمام هو في هناك طبعا في الفكر السياسي بطبعه مم. والفكر الاقتصادي والفكر الاجتماعي علم الاجتماع هذه قضايا اجتهاديه فبالتالي العقول تتمايز فيها لكن في ثوابت وفي متغيرات مم. الثوابت اللي هي المبادئ طيب. والمقاصد والقيم مم. والمرجعيه العليا المتغيرات نظام الحكم كان في فتره من الفترات في ظرف تاريخي معين وفي ظرف جغرافي معين وفي بيئه معينه مالت الامه باختيار مؤسسه الخلافه المتمثله اي اللي هي شنو الخلافه هي رئاسه المتمثله في شخص هذا الشخص له سلطات متعدده وفق المرجعيه كب ما واختار الشعب وتقيدت هذه المرجعيه بالقران وبالسنه، جاءت فتره تاريخيه اخرى بعد الخلافه الراشده، الخلافه الراشده لما نقول نحن الخلافه الراشده هي معالم وملامح <applause> متمثله في في الشورى الخلافه متمثلة... اسمح لي في سؤال م... هنا، آه الخلافه الراشده هل تقصد الخلافه الراشده اللي كانت بعد آه عهد الخلفاء الراشدين اللي هم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ام تقصد امتدت حتى العصر الاموي لا هو طبعا الخلافه لا. الراشده ذات المعالم ذات اه هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم علي الصلاة 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 السلام. قال ستكون تكون النبوه فيكم ما شاء الله ان تكون طيب. ثم يفعل الله اذا شاء فهذا عهد النبوه عهد وانتهى عهد ثم تكون خلافه خلافه راشده على منهاج النبوه نعم. ما شاء الله فيكم ان تكون ثم يفعل الله اذا شاء اللي هم عهد مبين في حديث اخر ان 30 عاما 30 عاما اللي هي من فترة سيدنا ابو بكر الى نهايه الحسن بن علي أه. هذه تسمى مرحله الخلافه الراشده نعم. اللي فيها عهد سيدنا ابو بكر وعهد سيدنا عمر وعهد سيدنا عثمان وعهد وعلي. سيدنا علي وعهد سيدنا الحسن ست اشهر آه. للحسن يعني ست اشهر أنا مساله من المسائل اللي خلافيه لا مش خلافيه الدقيقه, الدقيقة. اللي كثير من الناس, الناس لا يعرفونها يعتقدون انها نهايه علي ان الخليفه الخامس <applause> الراشد هو الحسن بن علي انا عندي كتاب في هذا الموضوع وبيّنت أقوال العلماء فيه يعني كثير من الناس يظنوا ان عمر بن عبد العزيز هو الخليفه آه آه الخامس. الخامس لكن هو في الحقيقه من حيث لما انت تاتي لما رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بان ثلاثون عام على خلافه النبوه لا تتم الثلاثون عاما الا بتولي سيدنا الحسن وبتنازل المعاويه هي مده ستة شهور. ستة شهور ستة شهور. و وفيها ايضا اجتهادات راشديه آه في التنازل على الحكم من اجل حفظ الدماء آه. من اجل وحده الامه عليه احنا في أو إيه إيه لكن هذه الفترة فتره خليفه راشد خليفة سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه نعم يعتبر خليفه راشد اللي قال طيب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم علي ان نعم ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيمتين سبحان والسياده الله بانت هنا في شخصيه سيدنا الحسن في حفظ الدماء والحرص على وحده الامه والتنازل على حق الشرعي من اجل مقاصد كبرى امن بها <applause> وبالتالي كان الى نهايه سيدنا الحسن تعتبر مع مجيء معاويه <applause> آه بن ابي سفيان دخلنا في الملك العضود الملك ملك مرحله ثانيه <applause> آه الملك العضود والملك الجبري <applause> بدا بالفعل بالتوريث <applause> لما تم التوريث ليزيد لان كان هناك كما نقول كان الامه فيها من كان احسن من يزيد مثل الحسين بن علي رضي الله عنه وارضاه ومثل عبد الله بن الزبير ومثل عبد الله بن عباس ومثل عبد الله بن عمر وكثير من الصحابه من صغار الصحابه رضي الله عليهم كانوا افضل من يزيد فكون ان تم التوريث وعاده في العهد الخلافه الراشده معالم الخلافه الراشده ما كانش التوريث للابن في الاسره الحاكمه، يعني سيدنا ابو بكر لم يورث احد من ابنائه ولا سيدنا صحيح. عمر ولا سيدنا عثمان، وسيدنا علي ترك قال لا امركم ولا انهاكم, أنهاكم. يعني بمعنى لم يكن هناك ولايه عهد وانما الناس هم اللي اختاروا اختار الحسن طيب. بن علي طيب. تمام؟ مم. فالخلافه الراشده هي شنو احيانا حتى يشكل على الناس مم. وطب الكتب المستشرقين وكتب اعداء هذه الامه قدموا صوره الخلافه الراشده بان الخليفه يملك الارض وبما وبمن عليها يملك الرجال ويملك النساء ويملك الاموال وهذا ظلم وهذا باطل وهذا لا اصل له. الخلافه الراشده لها معالم ان الحاكم الا برضا الشعب، الشعب هو هو اللي يختار هو اللي يختار الخلافه الراشده ان الحاكم يراقب من قبل الامه فان احسن اعانوه وان اساء قوموه الخلافه راشدين. الراشده آه يعني قصدي في معالم منها تم تطبيق الشورى وتم تطبيق العداله وتم تطبيق الحريه وتم تطبيق احترام الكرامه الانسانيه وتم تطبيق معاني القران في المتجسده في الدوله وفي مؤسسات الدوله فالمحالم المخ... فهذه المعالم وهذه القيم تاتي في كل وقت وفي زمن تأتي على مستوى إمارة ضيقة، تأتي على مستوى سلطنة، تأتي على مستوى مملكة، تأتي على مستوى جمهورية، تس تأتي على مستوى دولة قطرية لأنها هي قيم، ولأنها هي مبادئ، ولأنها هي مقاصد، فتكون مرجع لأي مجتمع طيب. يكون يجتمع على أقليم معين لحدود شعب وأقليم وسلطة حاكمة ومرجعية عليا. طيب. ايضا هناك من يعني دكتور ان نظريه الدوله الاسلاميه الحديثه يعني اللي ظهرت يعني ظهرت كرد فعل بعد سقوط الخلافه الاسلاميه اللي متمثله في الدوله العثمانيه يعني وان سقوط هذه الخلافه هو اصل ظهور هذه النظريه نظريه الدوله او نظريه الاسلام دين ودوله اللي اصبحت اليوم اشبه ببدهيات البدهيات في الادب والادبيات الاسلاميه المعاصره ما تعليقك هو نبي نعطينا فكره شويه على الدوله العثمانيه الدولة العثمانية في عام 656 <applause> اللي هو سقوط بغداد على يد التتار 656 وولد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية <applause> وهذه من سنن الله سبحانه وتعالى أن النقطة اللي تكون فيها الأمة في أدنى نقطة من الضعف تلك النقطة تكون بداية نهوض الأمة يعني بعد <applause> ما تصل إلى أدنى نقاط الضعف الحضارية الله سبحانه وتعالى ياذن لتلك الامه في حركه نهوض جديد هذه هذه سنه من سنن الله في حركه الشعوب وحركه المجتمع المجتمعات وقيام الحضارات كويس وهذا من القران لما قال الله سبحانه وتعالى يقتل ابنائهم ويستحيي نساءهم على فرعون, فرعون انه كان من المفسدين مين. وصل قمة الإفساد مزاد. في تلك قمة الإفساد قال الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون كيف بدت قال وأوحينا إلى أم موسى أرضعيه كان بمولد من؟ بمولد سيدنا سنة موسى سنة عليه السلام سنة. فلما الامه المغول سيطروا واسقطوا الخلافه العباسيه مم. في عام 656 تلك في هذاك العام ولد عثمان الاول مؤسسة الدولة كويس. مؤسس الدوله العثمانيه مؤسس الدوله العثمانيه هذا شخصيه من الشخصيات التاريخيه العظيمه مم. اللي تشربت تعاليم القران الكريم وتشربت مقاصد القران الكريم وبدت في اسيا الصغرى هذه الدوله فبدا عثمان في إمارة صغيرة وتوسعت جاء ابن أورخان وابن أورخان اهتم بالبناء الداخلي البناء العلمي والبناء العسكري وبقى عقدين من الزمن عشرين عام ما كانش في فتوح ما فيش. هو يأسس هو يأسس فقط في مؤسسات الدولة الراسخة تمام وثم تتوسع هذه هذه الدولة الدولة العثمانية بالإجمال الدولة العثمانية هي دولة رسالة ودولة عدالة ودولة حبيات ودولة والقمة كانت في عهد محمد الفاتح في فتح القسطنطينية القسطنطينية لما قال اللي تمثل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفتحن القسطنطينية فلا نعم الجيش وجيشها ولا نعم الأمير ذلك الأمير وبالفعل محمد الفاتح تعتبر من الشخصيات الانسانيه الكبرى اللي اللي كما نقول احترم الاقليات لما دخل واعطى الناس حق الديانه ومارس موضوع الحريات على مستوى الدوله، حريات العقائد والحريات كان الشخصية في نوع من الانفتاح في حضاره غير عاديه، يقول تو كثير من الناس يتحدثوا عن الدوله العثمانيه انها كانت دوله نهوض عسكري وهذا غير صحيح، كان نهوض شامل، كان نهوض في الفكر وكان ظهور النهوض في العقائد، وكان نهوض في الجانب الروحي، وكان النهوض في الجانب الاخلاقي، وكان في الجانب السياسي، وفي الجانب الاقتصادي، وفي الجانب العسكري، في الجوانب يعني عادة الحضارات الكبرى هذه لما تنهض يكون نهوضها شامل، طيب ماهوش في جزئية معينة، بس القمة في ذلك الفترة كانت في عهد محمد الفاتح، في أيام محمد الفاتح كان بجنبه مرجعية كبرى فكرية وثقافية ودينية هذه المرجعية الكبرى واحد اسمه محمد بن حمزة جد الأعلى سيدنا أبو بكر الصديق يرجع م. إلى قريش م. يعني الدولة العثمانية هي دولة جامعة يعني جمعت الجنس التركي وجمعت الجنس العربي وجمعت الجنس الكردي وجمعت الجنس الفارسي وغيرهم من الأجناس, الأجناس واندمجت تحت راية العقيدة وتحت راية الحضارة الإسلامية طيب. محمد بن حمزة هذا كان من الشخصيات الفذة في عصرة حتى إن محمد الفاتح قال لما فتحت القسطنطينية كان هو الموجه الروحي والفكري والثقافي والعقائدي قال هل تظنونني أني أني فرحت بفتح القسطنطينية لو وجود محمد أق شمس الدين محمد بن حمزة بجانبي في عهدي أحب إلي من فتح القسطنطينية لانه كان عقليه فذه متطوره كان ساعدة في بناء الدوله والسلطنه يعني كان, كان موسوعه موسوعه كان هو الـ الـ كان عنده حتى في علم اسباب الامراض وتكلم على ان الامراض اسبابها مخلوقات لا ترى بالعين المجرده <applause> في كتاباته موجوده هذه <applause> الى يومنا هذا ولم لم تخلق الاجهزه الحديثه لاكتشاف <applause> القصه هذه القصص هديد. وايضا كان ايضا من, من علمه في النباتات يحدد المرض الفلاني وعلاجه من النبات الفلاني حتى بعض العامة عامة مم. الناس يقولوا أن كما نقول أن النبات يحدث محمد بن حمزة عني. عن أن أن أنا علاج المرض الفلاني لكن نعم. هو علم نعم. أيضا كان في علم الإدارة حتى لما محمد حتى لما محمد الفاتح أراد رفع الحصار على القسطنطينية بعد 52 عام وأصل الأركان أرادوا ذلك وأشاب محمد بن حمزة رفض محمد بن حمزة مم. وقال له ما هي إلا وقت يسير وسيأذن الله بالفتح وبالفعل كلامة كان صح طيب. قصدي إنها كانت مؤسسة هذه الدولة على أسس من الإيمان والقيم والمبادئ وكانوا علماء الأمة اللي في العراق واللي في مصر واللي في أماكن متعددة كانوا يأتون لهذه الدولة ويكرمون كرم عظيم ولهذا لما أنت تزور الآن تركيا تجد جامعة الإمام محمد الفاتح وأثارها وتجد المساجد وكل المساجد بجنب المدارس وبجنب الجمعيات الخير يعني أقصد دولة قامت على المبادئ وعلى القيم الإسلامية هذه الدولة لأنها توسعت ولأنها حمت الإسلام ولأنها اجتمعت عليها دول الظلام ودول الكفر لاسقاطها فاخذت يجي اكثر عشرات السنين بحيث انها تم اضعافها واخترقت من الداخل ايضا تم اختراقها من الداخل عن طريق حزب الاتحاد والترقي وهو حزب علماني وطوراني يعني يوم بالقوميه العربيه وتم اسقاطها بدعم من بريطانيا ومن فرنسا ومن دول اسقطت اذن الله في انهيارها طيب. في عام 1924 على يد مصطفى كمال اتاتورك فكان انهيارها الدوله يعني الحديثة. انت كانت, كانت ليبيا شمال افريقيا تابع لها الا المغرب. إيه المغرب كانت مصر تابع لها كانت العراق تابع لها طيب. كانت الشام تابع نعم. لها وكانت تحمي هذه الاماكن والاماكن المقدسه من الغزو الاسباني والغزو البرتغالي نعم. وحمت حمت شمال افريقيا من التنصير هذه حقيقة تاريخية فرسان الدين يوحنا لما دخلوا إلى ليبيا كان من أهدافهم تنصير الليبيين كلهم مم. لكن عقلاء الليبيين وعلماء الليبيين وأهل الحل والعقد الليبيين اتصلوا بالسلطان العثماني وأرسل جيوشة واستطاع يقضي على فرسان الدين يوحنا وحمل عقيدة والدين والأخلاق وكذلك أيضا في بلاد الحجاز مم. وكذلك في بلاد الشام فكانت لها خدمات عظيمة لدين الله طبعا لها أخطاء طبيعه البشر او الدول يعني او الحضارات يعني لا اخطاء لها سلبيات يعني بعد سقطت. انا لك انا نعم. بنوصل لك حاجه لما سقطت الدوله العثمانيه كان دويها هائل دوي هائل يعني شو المعنى اصبحت الدول الاسلاميه والدول العربيه لا لا حصون تدافع عنها ولا قوه تدافع عنها واصبحت كيف ما نقول غير غير مستعده لان تهزم وان تهزم من قبل من قبل الاخرين كويس فعقلاء الامه عقلاء الامه تنادوا أوكي. طيب. بالرجوع للخلافه الاسلاميه من جديد طيب. وبوحده الامه حتى يتصدوا للغزو الفرنساوي والانجليزي نعم. والغزو الاوروبي فبالتالي فكره الخلافه جاءت في فتره من الفترات العصيبه التي نعم. مرت بها الامه طيب. هل الخلافه كما يقدمها الاسلاميون هي الحل هذا الجواب اكيد لهذا السؤال الدكتور حيكون معك ان شاء الله وحنسمعه من حضرتك لكن بعد الفاصل مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد اهلا بك دكتور بعد الفاصل كنت سالتك قبل هذا الفاصل يعني هل الخلافه كما يقدمها الاسلاميون هي الحل للوضع القائم الان في هذه الدول العربيه وخاصه دول الربيع العربي لا هو نحن الان الان في تكتلات متعدده يعني مثلا شو اللي يمنع مثلا الدول العربيه او الدول الاسلاميه تصل الى مرتبه الاتحاد الاوروبي مثلا كويس. في التعاون السياسي في التعاون الاقتصادي في التعاون آه الاداري في التشريعات في القوانين في في في, 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 في الضرائب في الجمارك في في اشياء متعدده فهذا هو المقصود بها الوحده هي المقصود بها التكتل هي المقصود بها الان الفضاءات الجديده تحتاج مثلا الدول الضعيفة أن تتكتل فبالتالي يكون التكتل وفق القيم يكون التو... التكتل وفق المقاصد والمبادئ لتحقيق اهداف لصالح هذه الدول المستضعفه هل... هل... هل, يمكن ان تتكتل هذه الدول وهذه يعني التقسيمات وفق القوميه التي دعا اليها العديد يعني جمال عبد الناصر وغيرهم من من دعوا للقوميه والله واضح ان مفهوم القوميه لم ينجح يعني ليش لم ينجح في وجهه نظرك لأسباب متعدده يعني في وجهة في وجهه نظري اسبابها متعدده طبيعه الامه العربيه والاسلاميه ما فيش حاجه تحركها وتفجر طاقاتها من الداخل وتجعل لها افاق واسعه وفضاءات جديده مثل القران الكريم والسنه النبويه وبالتالي لما غاب الخطاب الاسلامي وفصلت القوميه العربيه في تلك المرحله عن الخطاب الاسلامي وصار صراع ما بين الخطاب القومي والخطاب الاسلامي، كان ضعف عظيم لهذه المنطقه واستطاع الاعداء يحققوا اهداف متعدده ومتنوعه، وبالتالي الرصيد الفكري والرصيد الثقافي والرصيد الحضاري والرصيد العقائدي للامه العربيه في مجموعها والامم والشعوب الاسلاميه هو الاسلام، فاذا غاب الاسلام يعني العرب بدون اسلام يساووا صفر. العرب بالاسلام يساوي العزه يساوي الكرامه يساوي النهوض يساوي التقدم لكن يبقى التفكير كيف يكون هذا كيف يكون التكتلات الاقتصادية كيف تكون التكتلات السياسية كيف تكون الدفاع المشترك العسكري كيف يكون يعني أمامك في جا... صغة المفروض تكون صيغة حضارية حضارية معينة حضارية مثل ما حدث في الاتحاد الأوروبي مش هي هذه تكت... هل الخلافة مثلا هي هتكون الصيغة تعتقد لا لا لا, لا, لا لا لا, طيب شنو الصيغة اللي تراها يعني تكون واقعية زي تلبي تلبي يعني. الاتحاد مثلا اتحاد دول شمال افريقيا مثلا تستطيع تدير اتحاد مثلا اقتصادي واتحاد سياسي واتحاد عسكري في دفاع مشترك من اي غزو خاص زي العربي في مسابقه يعني يحتاج تفعيل فكرته صحيحه الفكره صحيحه فكره الاتحاد المغاربي بغض النظر عن من, من اسسها ولكن هي فكره صحيحه فكرة صحيحه لكن م -م. هذا كيف ما نقول فكره مش مفعلة لكن شو اللي يمنع ان ان يكون تبادل قوي بين ليبيا وبين تونس واقتصادي وامني ومع الجزائر ومع المغرب ومع موريتانيا وتمتد حتى مع مصر ما فيش حاجه تمنع لان المستقبل للفضاءات وللتكتلات، لكن لا اقول لك بالعقليه القديمه، العقليه لما من 1400 سنه في قضايا تطورت لكن في قضايا ثابته، القيم ثابته، المقاصد ثابته، المرجعيه العليا ثابته، لكن الخيارات السياسيه والادواتها وجراءاتها ووسائلها متطوره متغيره ايضا، والتجربه الانسانيه بطبيعتها النافعه مفتوحه بالنسبه للفكر الانساني الاسلامي في الاستفاده منها، فلماذا؟ ما لا نستفيد من التجارب المتعدده والمتنوعه في التكتلات اللي احدثت نوع من التوازن في هذا العالم المبني على الصراع. أخويس. طيب اذا رجعنا لمفهوم الخلافه يعني هل مفهوم الخلافه هو نفس المفهوم او مفهوم واحد عند كل التيارات الاسلاميه؟ أه يعني لا هو الناس تتباين وتختلف ولها ذلك بسبب الثقافة نفسها، بسبب العلم نفسها، بسبب المعرفة نفسها، بسبب الاطلاع نفسها، ففي فرق بين الـ, الـ حتى الاطلاع نفسه على 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 تلك الفترة، في اللي اطلاع 10%، في اللي اطلاع 20، في اللي 30، في اللي 40، في اللي 50، في اللي 60، وفي اللي منحصر في تلك المرحلة، وفي لا اللي مطلع على تلك المرحلة ومطلع في تجارب الأمم والشعوب ويستطيع من خلال هذا يوجد نوع من تقديم رؤية أفضل احسن كيف مدى عمل عبد الرزاق السنهوري في عصبه الامم طيب. وهذا شخصيه من الشخصيات القانونيه الدستوريه الكبرى مه. في لها كتابات في عام 1926 كان لها دوي وكان لها قوه وكان لها مه. فكانت متطوره لان عاش في فرنسا وطلع على الثقافه الاوروبيه وبالتالي حدث له نوع من الانفتاح طيب. والمزج بين القديم وبين الحديث طيب اي اي تيارات الاسلاميه اللي تفهم مفهوم الخلافه بشكل صحيح او انها هي مع مفهوم الخلافه واي تيارات اسلاميه هي التي تعارض هذا المفهوم مفهوم الخلافه لا ونحن نتحدث انا انا شخصيا اؤمن بفكره الدوله الحديثه المسلمة المسلمة, المسلمين لكل المسلمين لا. يعني الدولة الحديثة ليس ذات مرجع ف... بالمفهوم القديم في استحالة الآن نحن نتعامل على مع فن الممكن الآن أصبحت بويس. مع الواقعية مع الواقعية الآن بويس. عندنا واقع نحن الآن عندنا قليم ودولة اسمها ليبيا، وفي دولة اسمها تونس، وفي دولة اسمها, اسمها الجزائر، مصر وفي دولة اسمها مصر. كويس كون العرب ولا المسلمين راضيين ولا مش راضيين هذه قضية ثانية. طيب فبالتالي هذا الإقليم اللي عليه الشعب واللي عليه كذا تكون دولة حديثة، مم. بمعنى تنفتح على الحضارات، تنفتح على الامم، تستفيد من كيف تبنى المؤسسات الإدارية، كيف تبنى المؤسسات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية من الخبرة الإنسانية في عمومها، لكنها تحتفظ بقيمها وتحتفظ بمبادئها وتحتفظ بما بمقاصدها وتحفظ بالمرجعيه العليا المتمثله طيب. في هذا الكتاب العظيم اليوم اكملت, عليك أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم, لكم الاسلام دينا طيب. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ان الدين عند الله الإسلام. الاسلام لان اي دوله الها مرجعيه عقائديه فكرية طيب. وفكريه وثقافيه، كوز. اي طيب. دولة. حتى اللي طيب. قالوا فصل الدين عن الدوله، يعني. قالوا فصل الدين عن الدوله في الحقيقه هم يتابعوا في الاهواء ويتابعوا في الشهوات ويتابعوا في الشبهات أه. وبالتالي وقعوا في عبوديه ابليس يعني. طيب، طيب الان يعني هل يعني الشريعه هي مصدر مثلا وجوب الخلافه؟ هل نصت الشريعه على الخلافه او إن تركت الخيار للعقل لادراك ما يسمح او ما يتماشى مع ما تتقضيه الظروف واختيار ما يناسب الناس في من يحكم او في شكل الحكم او في شكل الدوله اللي حيأسسوها الشريعه تكلمت على اقامه العدل بين الناس وإقامة الحق ما بين الناس ورفع الظلم. الشريعة تكلمت على على إعطاء الأمانة لحقها فتكلمت على القيم، تكلمت على المبادئ وضربت أمثلة من الدول اللي تمثلت فيها تلك القيم وتلك نعم. المبادئ. فالله قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا, تحكموا بالعدل. بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا فهذا خطاب للسلطة التنفيذية في إقامة العدل واسناد الامانات الى اهلها سواء كانت وزاره سواء كانت ولايه سواء كانت وظيفه سواء كانت مش تكون بالمحاباه ولا بالقرابه ولا م -م. بالتعصب الحزبي وانما ابين الله سبحانه وتعالى استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين ثم بين ايضا اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم كويس. وبالتالي في مجموعه من القيم تقام عليها الدول وضرب الله سبحانه وتعالى بعض الأمثلة من الدول اللي فيها قامت على الإيمان وقامت على العدل وقامت على العمل الصالح وقامت على تفجير طاقات المجتمع والشعب مثل ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض هنا سلطة حاكمة هنا دولة قائمة أن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا أي كل سبب من اسباب الملك والسلطان وقيام الدوله فاتبع سببا اي اتخذ به سواء كان اسباب سياسيه او كان اسباب اجتماعيه او اسباب عسكريه او اسباب امنيه او اسباب جغرافيه او اسباب متعلقه بعلم الاجتماع في قياده المواطنين وقياده م. الشعب فاتبع سببا ثم بين ان هذه الدوله قائمه على العداله لما قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه ما هنا قيم هذه هذه على دول على دول آه آه انشئت او كانت موجوده آه نقصد على على الخلافه الان يعني آه يعني هل الشريعه الاسلاميه اليوم يعني آه آه نقدر نعرف ان هي كانت او فرضت آه مفهوم الخلافه هل, هل, هو مفروض لا آه هل مفروض هل المفروض الشرع يعني وبالتالي يصبح واجب يا شيخ لا هو نظام الواجب المرجعيه المرجعيه في القيم وفي وفي المبادئ وفي احكام الشريعه لكن الاسلاميه الشكل مش واجب الشكل في اجتهادات متنوعه عبر م. التاريخ الاسلامي م. وهذا طبيعه هذا الدين ومرونه هذا الدين لان الدوله بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم هي دوله مدنيه انسانيه م. آه آه هذه الدوله المدنيه الانسانيه صحيح. موجهاتها المبادئ والقيم والمقاصد المستمده من القران ومن السيره النبويه صحيح. وبل بين الرسول صلى الله عليه وسلم في قضايا صلح. انتم اعلم بشؤون دنياكم, دنياكم. وبالتالي بين الرسول صلى الله عليه وسلم القضايا الدينيه المحضه والقضايا السياسيه القابله للاجتهاد والقضايا الاقتصاديه القابله للاجتهاد، وبالتالي نظام الحكم والفكر السياسي الاسلامي لدى الفقهاء هو حسب ما يختار ذلك الشعب، الشعب اختار مملكه دستوريه هذا من حق الشعب من حقه اختار والله جمهوريه, جمهورية. من حقه اختار اماره, إمارة. من حقه اختار م. ولايه الفقيه من حقه اختار ما يجتمع عليه الشعب له الخيار في ذلك له الخيار في ذلك طيب. حسب ما يراه من مصلحته طيب. آه، است... آه، الشعب والله راى في تجارب في دول متعدده استطاعت ان تقدم انظمه سياسيه ذات اداره وذات اجراءات وذات طرق حديثه تستفيد منها هذه الامور يعني الامر ما متروك لل... 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 للناس آه، وادراك آه، مشأل... و... العقل لما آه يعني يتماشى مع امور آه. الناس ويتماشى مع لكن آه تبقى مع في... لا تبقى في في... مرجعيه مرجعيه دينيه لكن تبقى الفكره الاساسيه في الدوله ان الحاكم هو اجير نعم. وان الحاكم هو مو هو موظف وان الحاكم هو هو خادم هو راعي. وإن الحاكم مقيد بدستور نعم. هو, راعي باي باي مسؤول, راعي هو راعي مسؤول عن وعيتي نعم لكن فكره ان الحاكم مالك إن هو الأرض المالك, المالك الارض ومن عليها والاعراض والنساء والكذا هذا نعم. لا علاقه لا بدين الله طيب يعني خلينا نرجع للخلافه هل دوله الخلافه كانت يوم ما دوله دينيه أم لم تكن دولة دينية كانت دولة مدنية بس بمرجعية نقدر نقوله مرجعيه دينيه لا هو لما نحن خلينا نتفقوا الفكرة تو بعض الناس يقول لك يقول لك الفكره الدوله المدنيه هي فكره حديثه يعني بمعنى جاءت مع الفكر الغربي السياسي ولها علاقه بالجانب العلمانيه والليبراليه والقصه هذه باهي هم تعال خلينا نتفقوا نحن قالوا طبعا دائما في المصطلحات دائما في خلاف بين الناس دائما هي تتباين وجهات النظر البشريه هذه طبيعيه فهم المصطلحات اهم شيء هو بالتالي نحن نجو المقصد للعمق كويس فاذا كانت المدى المدى الدوله المدنيه المقصود بها ان الشعب هو اللي يختار الحاكم وان الدوله لها وأن الدولة تقيم العدل، وأن الدولة توسي مبدأ مفهوم المواطنة، وأن الدولة لا تفرق بين مواطنيها وإنما مبدأ المساواة، وأن الدولة لها مرجعية عليا، فهذه كلها متوفرة في دولة سيدنا أبو بكر الصديق. طيب جميل ولهذا من المف... من نقطة. أصحاب من قادة الفكر السياسي مم. الإسلامي الم... يعني سواء كان عبد الرزاق السنهوري، سواء كان راشد الغنوشي، سواء كان يوسف مم. القرضاوي، سواء كان كثير من المعاصرين مم. هؤلاء يروا ان الدولة بطبيعتها طبيعة مدنية ومرجعيتها مرجعية الاسلام. طيب دائما نتكلم احنا, أو احنا او اسمح لي دكتور دائما احنا نقول الدولة المدنية مرجعية ذات مرجعية اسلامية. طبعا لان يعني كل دولة لها مرجعية. فهم يعني بس انت ذكرت مجموعة من الشروط، خلينا نوضحوا ما معنى بالتحديد لهذا المفهوم حتى لا يصير خلط عند الناس، ما معنى الدولة مدنية ذات مرجعية اسلامية؟ وهل فعلا هناك دولة الان مدنية مرجعيتها اسلامية؟ الدولة المدنية ان الشعب هو اللي يختار الحاكم. هذه اساسها هذه اساسها يعني الحاكم يعني هم الناس يختاروا هذا الحاكم من خلال صندوق الإقتراع بآليه من الآليات اللي تنسجم مع كويس. العصر اللي هم فيه، باهي وان في ع... بين الحاكم والمحكوم دستور كويس نحن نقول اطيعوني قال سيدنا ابو بكر ما اطعت الله ورسوله كويس عصيت الله ورسوله فلا طاعه لي عليكم كويس. ان الشعب من حقه ان يراقب هذا الحاكم ويحدد المدة أو يعزل تمام هذه أيضا لأن الدولة الدينية أن الشعب مش من حقه يعترض على أي قرار من, من, من تمام؟ الحاكم تمام أن مفهوم المواطنة بين المواطنين في الدولة يحترم مفهوم المواطنة تحدثنا عليه تكلمنا عليه إقامة العدل بين الناس والمساواة بين الناس العدل الأساسي تمام أيضا تؤمن بالمؤسسات يعني المؤسسة القضائية تؤمن بالمؤسسة تؤمن بالفصل بين السلطات طبعا الدولة أكثر المدنية ذات المرجعية الإسلامية طبعًا تؤمن بالفصل بين السلطات. أكثر, اكثر 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 فكر يؤمن بالفصل بين السلطات ويراها هذه السلطات تعاونية فيما بينها هو الفكر السياسي الإسلامي. لكن في دولة الشورى كان يعني او في في مفهوم الشورى السلطة كانت في, في يد الحاكم وأهل الحل والعقد. من اي ناحيه كيف تقصد يعني, يعني كان الحاكم هو في لا أول حاجة كان, كان الحاكم او السلطان او الخليفه خليفة هو خلينا بس نوضح لك فكره آآ آآ يعني توصل لك الفكره لربما يكون في فهم خاطئ للموضوع يعني, يعني كان هو بيدك كل شيء يطرح على اهل الحل والعقد راي معين فيما يتعلق بموضوع معين وهناك من راى انه هو غير ملزم بانه هو ياخذ الراي من باب ان هي معلمه هذه الشورى ونحن تناقشنا في هذا الموضوع فيما سبق يعني لا هذا غير صحيح اول حاجه بالنسبه كان في يد كل شيء ما فيش كلام هذا ما فيش يعني ما فيش اول حاجه ان القران والسنه فوق الجميع وهذه هي السلطة التشريعية الأحكام هل يعني ما كانش يدخل ما كانش يدخل في هو السلطات هو كون الحاكم أحيانا يكون عالم من علماء الأمة فأحيانا الحاكم يكون عالم من علماء الأمة فيجتهد في فهمه للقرآن وفهمه للسنة لما تاتي انت في فتره سيدنا ابو بكر الصديق كان من علماء الامه بل اعلم الصحابه رضوان الله عليهم فبالتالي كون انه رئيس الدوله <applause> تمام لكن ايضا هو عالم من العلماء بالتالي ينظر في القران في الحكم اللي محتاجين له في مساله قضائيه او في فتوى او في اداره الدوله او في السنه فاذا لم يجد يسال بقيه الناس الموجودين ما يعتبر حولها تدخل هذا في السلطات لا يعني العكس هو لانه هو يعني كونه هو الخليفه هو خليفه يعني يتدخل في السلطه القضائيه او السلطه التشريعيه او اه التنفيذيه هل يعتبر هذا حق له لانه كونه لا عالم يعني هو مكون طبعا مكون عالم من حقه ان يستنبط الحكم اي انت اي شخص الان يحكم دوله ومن علماء الامه وشهدت له الامه بالعلم وبالمعرفه يستفاد من علمه ويستفاد من اجتهاده حتى في عصرنا الحاضر تمام لكن الراي هذا في حالة أن لم يصل إلى هذا الحكم يجمع البرلمان المصغر مجلس الشورى المصغر ويتم التداول فيما بينه وما أجمع عليه ذلك البرلمان يكون ملزم للجميع وبالتالي فكرة أن الشورى ملزمة أو معلمة الشورى ليست معلمة في الفكر السياسي الإسلامي والدليل على ذلك في غزوة أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل على رأي الصحابة اللي قالوا بالخروج وبالتالي لما يجمع الاغلبيه على راي يكون ملزم للحاكم وهذه مم. من المسائل اللي تحدثنا فيها احنا تحدثنا السابقة. في موضوع الشورى جيل القضاء جيل القضاء تطور مم. مع الوقت الدوله تطورت تمام مم. فكان سيدنا عمر في سيدنا ابو بكر ما طولش يعني إيه. في الحكم ثلاث سنوات آه سنتين ونص سنتين ونص لما زى سيدنا عمر فكان يرسل الوالي سيدنا عمر باهي في ومعه قاضي يعني مثلا يرسل الكوفه سعد بن ابي وقاص كوالي تمام ومعاه عبد الله بن مسعود القاضي وفي البصره فيوصل شو المعنى القاضي مستقل على الحكم الاداري الحكم الإدارة الحكم الاداري آه تمام وبالتالي هنا تم بدايه الفصل واضح ما بين المؤسسه القضائيه والسلطه التنفيذيه ايضا م -م. بل في عباده بن الصامت الخزرجي الانصاري آه طلب من من معاويه آه عدم التدخل وان مرجعيتها ليست لمعاويه وانما طيب. للمدينه، مه. ففكره فصل السلطه القضائيه عن السلطه التنفيذيه عن السلطه التشريعيه واضحه في التاريخ طيب. الاسلامي، طيب. ثم ايضا تعطي مجال للفكر السياسي والفقهاء ان يجتهدوا بما يحقق المقاصد نعم. في دفع المفاسد وفي جلب المصالح. طيب انا سالتك على هل هل هناك ما يسمى بالدوله المدنيه ذات المرجعيه الاسلاميه الان؟ هل موجوده هذه الدوله اساسا؟ الناس تجتهد فيها يعني هل في نموذج ممكن قدمه؟ والله ما هل يعني النموذج نموذج طالبان مثلا يعتبر دوله اسلاميه هذه مسألة هذه مساله جاءت في ظرف استثنائي والان هم معارضه ما هيش في النموذج الايراني طيب ولايه الفقيه اجتهاد في الفكر السياسي ويعتبر هل هي هل هي نموذج دوله اسلاميه او مدنيه ذات مرجعيه السنة تختلف, تختلف على اهل السنه طيب. لكن في نقطه مهمه بالنسبه للفكر الشيعي الاثني عشري يعتبر فكره ولايه الفقيه في الفكر السياسي مم. فكره متقدمه جدا طيب. بل هي نسفت فكره العقيده الاثني عشريه نعم طيب النموذج لو لأن هم من فكره انتم ان ينتظروا في المهدي في المهدي, انتظر رسول انتظر المهدي. ما صار شيء عارف مم. كيف فالمجتهدين المجتهدين شنو عملوا قاموا بفكره ولايه الفقيه لكن تبقى فكره ولايه الفقيه ضيقت فكره ولايه الفقيه الاختيار الحاكم على طبقه الفقهاء <applause> الفكر السني لا اشمل طيب. واعم طيب. ممكن الـ 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 الحاكم يكون طبقه الفقهاء وممكن يكون رجل اقتصاد من العوام ممكن يكون سياسي يعني ممكن ايه ايه لا يكون اه ايه بمعنى ايه يعني يكون بمعنى اه يعني مش مش من من اه يعني من اهل الفقه يعني لها القدره على الاداره اي طبعا الادارة ايه ايه مش من العوام يعني قصدي من العوام انه هو من من عامه الشعب اللي ما اي خبره ولكن اقصد ما يكونش من الناس اللي لهم لهم فقه ديني او توجه ديني او اسلامي لا فبالنسبه ولايه الفقيه في داخل المذهب الشيعي لازم يكون أه لا ولايه الفقيه في ولايه الفقيه في الفقه الشيعي يعتبر تطور في المذهب الشيعي الاثنى عشري تمام لكن بالنسبه للفكر السني الفكر السني اوسع لان الخيار, الخيار الخيار السني ليس في طبقه الفقهاء فقط وان كان ممكن يكون حاكم الدوله اذا اختاروا الشعب م -م -م من طبقه الفقهاء طيب النموذج الاسيوي لو خلينا نطلع شويه من من أفغانستان وتكلمنا على إيران أكثر مرة لكن خلينا نشوف حالة أخرى تمثل في النموذج الآسيوي أندونيسيا وماليزيا يعني هل يعني النماذج نماذج نعتبرهم نماذج لدولة مدنية حديثة يعني أكدت أن لأي حزب ممكن ما يكونش عندها صبغه دينيه أن أسس دوله مدنيه حديثه لا يكون الدين لها يعني علاقه في مجال من أي مجالات في الحياه، يعني أيه. ومع هذا هي دوله إسلاميه زي ماليزيا وزي أيه. إندونيسيا. هو على الماده في الدستور، إذا كان مثلا جميع القوانين مستمده من الشريعه الإسلاميه والمرجعيه العليا، التفصيلات ما هيش إشكاليه. تفصيلات النظام الحكم برلماني ولا رئاسي ولا مختلط ولا ما هيش اشكاليه، المشكلة الاشكاليه هنا في مرجعيه القوانين التي يحتكم اليها الناس، باي؟ نعم. وفي الهويه نفسها، باي؟ فلما يكون في نص واضح مثلا الاسلام دين الدوله والشريعه الاسلاميه تستمد منها جميع القوانين وكل ما يخالفها من القطعيات والمحكمات فهو باطل. خلاص اصبحت يعني أنا, انا طيب. اما الاجتهاد الباقي في المؤسسات ما فيش اشكاليه انا يعني نقصد انا يعني من ناحيه النجاح اللي حققته ماليزيا لا. بقياده طبعا ولاش. طبعا بقياده مهتير يعني يحسب يعني هل هذا النموذج ممكن يقتدى به في انشاء الدوله الحديثه المسلمه لا هو تجربه طبعا محمد مهتير محسوب على الفكر السياسي الاسلامي يعني في انتماء او في ما اختلفناش ولكن يعني لم يقف يعني الدين, الدين هنا عائق يعني متى كان الدين لا عائق بمعنى الدين الاسلامي لا في دوله لا لا لم يكن عائق ولكن في دوله في دوله آه آه هناك فيها ديانات وفيها اعراق وفيها مواقف كثير يعني مش زي دولنا نحن العربيه اللي ربما بعضها فيها نسبه بسيطه من اليهود والمسيحيين نقصد في 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 دوله زي ماليزيا واندونيسيا عالم اخر يعني. بالعكس في صين وفي ناس وثنيين في الدوله بالزبط. نفسها بالضبط هذا احكي لك لك آه... آه... يعني ما, أخ... ما اختلفوش ما قالوش لا احنا مرجعيتنا لازم تكون مرجعيه اسلاميه ولازم كذا وكذا 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 ولكن هي دوله لا. مسلميه حافظت على الهويه بتاعها وايضا تطورت ونجحت واعطت نبو... ناخد... حقوق الاقليات. طيب أيضاً. هذا نحكي الأخرى اعطتها ايضا والنقطه الاخرى ان الفكر السياسي في تلك البلاد ركز على الجانب الاداري ركز على الجانب الاقتصادي على حياه الناس احنا محتاجين هذا الجانب ركز على الجانب السياسي في الناس مه. وأتى بالناس اللي عندهم خبرة واسعة مه. يعني في خبرة واسعة بس متقدمة بهم السن هذوما اللي فوق الستينات حمل لهم مجلس أعلى للاستشارات في الجانب السياسي الجانب الاقتصادي الجانب مه. وأعطى مجال للشباب يندفع مه. في بناء الدولة فهي تجربة من التجارب الإنسانية اللي خاضها واشرف عليها وناس رضوا بالله رب وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسوله وامنوا بفكره المرجعيه الاسلاميه فيستفاد منها، لكن هل هذه التجربه يمكن نقلها بحذافيرها الى ليبيا ولا تونس ولا مصر؟ طبعا تجارب تختلف, تختلف من منطقه من منطقه الى اخرى، مثلا هذه التجربه في تركيا مثلا نجحت في في مجالات متعدده في الجانب الاقتصادي ايه. في جانب السياسي في جانب محاربه الفساد بطريقه او باخرى في جانب استقلال القضاء إن دلت... في اندونيسيا او مم. او في ماليزيا بالتحديد الدكتور اسمح لي يعني هذا اللي النقطه يعني هم ابتعدوا عن الخلاف من من يحكم بفكر اخوان او بفكر آه شيعة او بفكر آه سلفي او كذا ولكن هم آه يعني آه تجاوزوا هذه المرحله كلها وبنوا دوله اسلاميه الان يشهد لها في تطورها وتقدمها يعني احنا إيه احنا إيه 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 نطلع لا مع تن... الخلاف هذا عشان نبنوا دولتنا وبعدين الموضوع لا لا هذا <تنجل> <أتكلم تصفيق> الحزب السياسي هذاك الحزب السياسي تاع محمد مهاتير نعم. اللي يؤمن بشموليه الاسلام حتى في كتاباته تمام وصل للحكم مم. اصبح حاكم مم. بالفعل اتيحت له فرصه مم. لكن الاحزاب وفي تركيا وصل للحكم مم. اما التيارات السياسيه الاسلاميه مم. لم تصل للحكم في المنطقه مم. العربيه صحيح <applause> نعم طيب احنا حنوقفوا عند هذه الجزئيه واكيد في جزئيه اخرى وهي تتعلق ب بس هذه النقطه هذه مش واضحه خليها في الحلقه القادمه نوضحها باذن الله في الجزء القادم حنوضح حن هذه النقطه وايضا حنتكلموا على زياره اردوغان لمصر ولقاء بالاخوان المسلمين وش نعلق في تلك التعليق اكيد هذا كله ان شاء الله حيكون في الجزء القادم باذن الله تعالى اكيد مع حضرتك دكتور مشاهدينا الكرام انصلت وياكم لنهايه هذا الجزء انتظرونا ان شاء الله في الجزء القادم كونوا في الموعد الى اللقاء